السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في العالمية طلبة علم النفس الإسلامي. اليوم المحاضرة هتكون هي الأخيرة في سلسلة برنامج الصفا للدعم النفسي الإيماني. سلسلة تدريبية كانت للعلاج المعرفي السلوكي بمحتوى ديني مع دكتور محمد عمر سالم. هنبدأ اليوم المحاضرة إن شاء الله مع الدكتور كما اعتدنا. هيتم طرح الجزء الأخير في هذه السلسلة، وبعد كده بإذن الله هيتم استقبال جميع أسئلتكم كالمعتاد. بس حابين نشير ان النهارده هيكون في توضيح لبعض النقاط الهامه، نظرا لانه في ناس التحقت بنا مؤخرا في المحاضره. النهارده كانت اول لقاء ليها، وصلنا بعض الاسئله الاستفسارات على انه اللقاءات الماضيه ممكن نعمل فيها ايه لو ما حضرناهاش، فاحنا هنوضح ان شاء الله بعض النقاط دي ولكن في نهايه المحاضره، بحيث انه احنا نكون يعني اعطينا وقت كافي للمحاضره باذن الله مع الدكتور، وايضا يكون جميع الناس قدرت ان هي تنضم. إذا في أي أسئلة تقدروا تطرحوها خلال المحاضرة كاملة على المربع الحواري إن شاء الله نطرحها على الدكتور. أيضا لو في أي أسئلة خاصة بالشهادات، خاصة بالحضور، خاصة بالتسجيلات هنوضحها إن شاء الله في النهاية. إن إحنا حريصين إن جميع الناس تكون قادرة إن هي توصل لجميع المحاضرات الخاصة بالسلسلة دي. كانت أول سلسلة نطرحها بشكل طويل في حاجة تخص موضوعات رابطة ما بين علم النفس والنماذج والتطبيقات العملية. جزاكم الله خير جميعا على الحضور، وشكرا دكتور محمد على وقته اللي بيعطوه لنا كل اسبوع. متشوقين للطرح النهارده، ويعني ايضا حزينين ان ده هيكون اللقاء الاخير في هذا المحتوى. كانت رحله ثريه ومفيده للغايه. جزاكم الله خير يعني يا دكتور على هذا الطرح. تفضل النهارده يعني كلنا معك، و كما يعني اعتدنا الجزء الاولاني سيكون طرح، وبعد كده نستقبل ان شاء الله الاسئله. مع حضرتك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الحلقة السادسة في هذه السلسلة والأخيرة في البرنامج، وكما تفضلت رؤى في نهاية إن شاء الله الحلقة يكون في تفصيل أكثر على المتابعة بعد ذلك. كما تعودنا دي المحاور بتاع السلسلة منذ أن بدأنا، الصحة النفسية والإيمان، التدخلات العلاجية الدينية، نبذة عن العلاج السلوكي المعرفي، تاريخ العلاج السلوكي المعرفي المحتوى ديني، وعرض إجمالي للبرنامج، ثم تفصيل الموضوعات وكيفية استخدامها. دي الخريطة كان دكتور خالد السمزمي تفضل مشكورا وأوضحها من البرنامج. الجزء اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة اللي هو علاقات الذات، هذا جزء مهم جدا لأي معالج نفسي، وبيتواصل مع أشياء خاصة بالأمراض النفسية وأيضا الاضطرابات الشخصية ومشاكل الشخصية. في ثلاث محطات في موضوع إدارة وعلاقات الذات: الأمور الخاصة بالجانب المركزي للذات اللي هو التواصل الداخلي، والجانب البيني اللي هو التواصل مع الناس والآخرين، ثم الجانب العلمي. نبدأ بالقضايا المتعلقة بالذات. كلمة الذات معناها هو الجزء الواعي من نفس الإنسان، ويطلق عليه بالإنجليزي السلف، مختلف عن المايند. المايند النفسي ككل، الجزء الواعي منها سوبرفيشال هو ده اللي يسمى بالذات. هذه المحطة تتعامل مع مفهوم الصورة الذهنية للذات، خمس أشياء: الصورة الذهنية اللي هو سيلف إيمج، العلاقة بين الذات الحقيقية والذات الاجتماعية، والنظر في المسافة بينهما، النفس المثالية الايديال سيلف التي تتطلع إلى الوصول إليها الإنسان، وكذلك قضايا تقدير الذات اللي هو سيلف استيم، ومفهوم ومهارات توكيد الذات اللي هو اسرتيفنس. الفحص الدقيق لهذه القضايا سيساعد كثيرا في تطوير استراتيجيات التطوير الذاتي التي تتناسب مع حاجة العميل. نبدأ بالصورة الذاتية الذهنية اللي تسمى سيلف ايمج. الصورة الذهنية للإنسان هي كيف يرى الشخص نفسه. إذا الشخص كان يرى نفسه قوي وكفء، فإنه يدرك العالم ويتصرف فيه بشكل مختلف تماماً عن الشخص الذي اعتبر نفسه ضعيف وغير فعال. هذا المفهوم عن الذات لا يعكس بالضرورة الواقع، وكلما اتسعت فجوة بين الصورة الذهنية للذات والواقع زادت احتمالية عدم التوازن في التصورات والسلوك. فالشخص الذي يكون ناجحاً ومحترماً للغاية قد يعتبر نفسه فاشل وضعيف،
ويمكن تعميم هذا المفهوم ليشمل الانتماء القومي والثقافي والعرقي أيضا. ترتبط الصورة الجيدة عن النفس بثقة عالية وروح قتالية، ويرتبط ضعف الصورة الذاتية بتدني احترام الذات وضعف الثقة وفقدان الروح المعنوية، ومن هنا يظهر الأثر السلبي للحرب النفسية على معنويات الأمم. المفهوم الثاني والجانب الثاني من مفهومات الذات ما يسمى الفرق بين الذات الحقيقية والذات الاجتماعية. الذات الحقيقية هي الإحساس الداخلي العميق بذاتية الإنسان الطبيعية، أما الذات الاجتماعية فهي القناع الخارجي للذات اللي هو بيتعامل فيه مع الناس، حيث تشمل كل الصفات التي يلحظها الآخرون ويتم التعامل بها معهم. كلما كانت المسافة ضيقة بين النفس الاجتماعية والنفس الحقيقية كان الشخص أكثر نضوجاً. ويليام جيمس وهو من بداية القرن العشرين من علماء النفس المستنيرين الحقيقة، وكان له علاقة كبيرة جداً بالجانب الروحي في النفس الإنسانية، سمى الذات الحقيقية الذات الروحية أو الروحانية، لأن تشمل وظائفها التصرفات التقييمية بخصوص الذات. يعني الذات الحقيقية دي بتقيم الذات ككل، وغالباً ما تراقب ما تفعله الذات الاجتماعية، وقد ينتبه شعور بعدم الارتياح أو عدم الاحترام لسلوك النفس الاجتماعية زي في حالات النفاق مثلا، لأن الضمير من ممضات النفس الروحانية. غالبا ما تكون الذات الاجتماعية متوافقة مع احتياجات الآخرين زي المجاملات مثلا، ولكن يمكن أن تكون مصطنعة وغير صادقة. والشخص الذي يتمتع بإحساس قوي بالذات الحقيقية يكون قادر على التصرف بأمانة، وبالتالي لديه شعور باحترام الذات. مفهوم الثالث هو الذات الحقيقية والنفس المثالية Ideal Self. الذات المثالية هي تصورنا لنوع الشخص الذي نود أن نكونه، ويرتبط هذا المعنى أيضا بمفهوم القدوة. كلما اقتربت الذات المثالية من الذات الحقيقية أصبح الفرد أكثر إشباعا وسعادة. أيضا ممكن اجتزاء مفردات من الشخصية القدوة لتختلط مع الذات الحقيقية في سيرها للنفس المثالية. شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بجوانبها المختلفة المتميزة هي الأسوة والقدوة العظمى للمسلمين. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي نهاية عند التطبيقات هنتكلم نبدأ عن ذلك. المفهوم الرابع هو احترام الذات وتقدير الذات، اللي هو بيسمى بالإنجليزي سيلف استيم. دايما نسمع كلمة سيلف استيم، وده شيء مهم جدا في تقدير الذات ده، لأنه له علاقة كبيرة جدا بالاضطرابات النفسية. تقدير الذات هو تقييم الفرد لنفسه وشعوره بالاحترام والقيمة والكفاءة. ويشير تقدير الذات إلى المدى الذي نحكم فيه على ذواتنا، ومدى تأثير ذلك على قبولنا أو على قبولنا لأنفسنا. ينطوي احترام الذات دائما على درجة من التقييم، وقد يكون لدينا إما نظرة إيجابية أو سلبية عن أنفسنا. مكونات تقدير الذات اثنين. هناك شبه اتفاق على أن تقدير الذات الصحي يتكون من شقين. أولا الشعور بالقيمة، فيشعر الشخص بأن له أهميته وقيمته ومكانته بين من ينتمي إليهم، وتنشأ جذوره في الأساس من احترام الوالدين لابنهم في فترة التنشئة الأولى. الشق الثاني هو الشعور بالكفاءة، وهو اعتقاد الشخص بأنه قادر ويستطيع القيام بالمهام والأعمال وينجزها على الوجه المطلوب. العوامل المؤثرة في تقدير الذات تجمعت في الآتي: أولا البيئة الأسرية، زي الوالدين الصغير يرون أنفسهم من خلال رؤية والديهم لهم، ويأخذون هذه الرؤية معهم إلى الكبر. أيضا البراعة في أداء المهام والإنجازات. كلما كان الإنسان بارع في أداء المهام والإنجازات، كلما كانت تقدير الذات عالية. تقييمات وآراء الآخرين أيضا لها أثر: التطلعات الشخصية، المظهر الخارجي، والإنجاز الأكاديمي. عندنا التقدير العالي للذات وفي التقدير المتدني. التقدير العالي للذات اللي هو High Self Esteem بيكون لدينا نظرة إيجابية لأنفسنا، وهذا يؤدي إلى الثقة في قدراتنا وقبول الذات وعدم التأثر بشأن ما يعتقد الآخرون عنا، ويؤدي كل ذلك إلى التفاؤل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بالنسبة للتقدير المتدني أو منخفض للذات لو سيلف استيم، في نظرة سلبية عن النفس، ويؤدي هذا إلى انعدام الثقة بالنفس، ويريد الشخص أن يكون أو يبدو كشخص آخر
ويهتم جدا بما يعتقد الآخرون عنه، ويؤدي كل ذلك إلى التشاؤم والحزن. من أسباب التقدير المتدني للذات عدة عوامل، زي مثلا قناعات قاطعة عن النفس، زي لو مثلا في فترة التنشئة الأولى الأبوين دايما يكونوا شديد النقد، أنت فاشل، أنت مش جيد، وهكذا. أيضا ضعف القدرة على توقيت الذات اللي هي الأسيرتيفنس، كان معنا في الفقرة القادمة على طول، شكل خارجي أو الوزن أو المشاكل الصحية للشخص، ضعف القدرة على التحصيل العلمي وشعوره بالنقص، ضغط الأقران والتنمر، والاكتئاب. طبعا لو في تقدير الذات متدني، العلاج بتاعه بيسمى بناء تقدير الذات، building self esteem. تقدير الذات ينمو ويرتفع عند ممارسة بعض التطبيقات السلوكية والمفاهيم والأفكار الإيجابية، ضمنها الشعور بالهدف، شعور بالأمان، شعور بالانتماء، الكفاءة الشخصية، شعور بالهوية الذاتية، الرضا بما قسم الله وقدر، تعميق الصلة والتعلق بالله، تطوير المهارات والعادات الإيجابية، والصحبة الجيدة. الجانب الأخير في مكونات الذات أو ما يتعلق بالذات هو ما يسمى بإثبات أو توقيد الذات أو الأسيرتيفنس. توقيت الذات معناه القدرة على التعبير عن الذات بثقة وبوضوح، اللي هو بيسمى أيضا الشجاعة الأدبية، القدرة على الاعتراض والرفض في المواقف التي تتطلب ذلك، مهارة حسن التصرف والتخلص، أن تكون قادرا على الدفاع عن حقوقك وحقوق الآخرين بطريقة هادئة وإيجابية دون أن تكون عدوانيا، لا تقبل الخطأ بشكل سلبي أو تسليمي. حكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير، فهربوا منه إلا عبد الله، فقال له عمر رضي الله عنه: مالك؟ لما لا تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أكن على ريبة فأخافك، ولم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك. فعجب ذلك عمر رضي الله عنه. وهذا مثال لتوكيد الذات. أيضا من إثبات وتوكيد الذات القدرة على أن تقول لا. يجب أن نشجع الأطفال، يعني لو انهاروا إذا اعترضوا على شيء بشرط أن يكون اعتراض بأدب ويكون مسبب، حتى يستطيع الوالد عنده مالك الناقدة في الكبر. كما تعودنا في هذه المحطات بنعرض بعض النصوص المتعلقة بالمحطة، فهي من نصوص القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وإن كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل أشياء ترفع تقدير الذات. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. في الرواية أخرى معنى دان نفسه يعني حسبها. وفي الحديث: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها، أي يحب الأمور العالية الشأن ورفيعة القدر التي ترفع قدر صاحبها، مثل عزة الإيمان وقوته والامتثال لله والرسول، ويكره سفسافها أي رديئة وحقيرة والتوافه التي تنبع عن الخسة والدناءة وعدم المروءة. في الحديث أيضا: من أعطى ذلة من نفسي وطائعا غير مكره فليس منا. وأيضا: يطلب الحوائج بعزة النفس أو عزة الأنفس، بأن الأمور تجري بالمقادير. بالنسبة للتطبيقات: مراقبة أي قناعات ذاتية معتلة ومحاولة تصحيحها يعني مهمة المعالجة. أيضا: افحص المسافة بين الذات الحقيقية والذات الاجتماعية ومدى صدق ردود أفعال المرء تجاه الآخرين. فحص مدى قرب الذات الحقيقية من الذات المثالية، ووضع أهداف واقعية مع الوضع بالاعتبار قدرات الفرد وقيوده ومدى واقعية أهدافه. أوقف على دراسة شمائل الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم والعمل على التأسي به. القناعات المعتلة عن الذات تؤدي إلى انخفاض تقدير الذات وضعف الثقة بالنفس، ثم الاكتئاب والانسحاب الاجتماعي. لتفادي ذلك يطلب من العميل أن يعد قوائم عن مزاياه وإنجازاته عبر السنين، وأن يراجعها ويضيف إليها بطريقة منتظمة. ده تمرين سلوكي للناس اللي عندهم لو سيلف استيم. بنطلب منهم اكسرسايز، جزء من الواجب المنزلي، نعد قائمه عن مزاياه وانجازاته عبر السنين، والقائمه دي متحركه، يعني كل ما يفتكر حاجه يضيفها في كل جانب شخصيته، في كل جانب تجربه، حتى صفاته الشخصيه، اذا كان محب للخير، محب للاخرين، يحب يساعد الناس وهكذا.
ضعف القدره على اثبات وتوكيد الذات يؤدي ايضا الى ضعف الثقه بالنفس. لذا ينبغي معالجه القضايا المتعلقه بالحساسيه الاجتماعيه والخجل التي تؤدي الى ضعف القدره على اثبات وتوكيد الذات، ومتابعه حلها بالتدريب السلوكي المنزلي المنتظم، اللي هو تدريب ما تمثيل للطريقه والمحتوى يؤدي الى تنفيذ انفعالي وتدريب على مهاره. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندي شخص عنده مشكله في الاسرتفنس، توكيد الذات عنده منخفض، عنده خجل شديد. فبتيجي مثلا الناس تتكلم في موضوع، لما يجي يتكلم يحس ما اتكلمش بالطريقه الجيده، او حد قال له كلام ما ردش عليه بالطريقه المفروض انه يرد عليه بيها. فعندما يعود المنزل بيكون مكتئب متضايق جدا، لانه ما عرفش يعني يرد الردود اللي هي يعني المفروض انه هو كان يقوم بها. فبنطلب منه هذا الاكسرسايز اللي بنسميه تدريب تمثيلي للطريقه والمحتوى. بنقول لما ترجع البيت في حجرتك هذا التدريب لمدة حوالي ربع ساعة، حاول تتمثل الموقف تاني اللي حصل، ثم تتكلم كما لو كنت بنفس الموقف وتسجل الكلام المفروض كنت تقول وقتها، ثم تستمع إلى أدائك. قد لا يعجبك الأداء طبعا، فتكرر مرة تانية مع محاولة تحسينه من حيث المحتوى ومن حيث الطريقة. ممكن تعمل هذا التدريب 20 مرة 30 مرة حتى تصل إلى الطريقة المناسبة اللي تشعر ان انت فعلا دي الطريقه فعلا اللي كنت المفروض اتكلم بيها وارد عليهم بيها او ارد عليه بيها، بحيث من حيث الايه المحتوى والطريقه من غير ما اجرح شعور اي حد، لكن على الاقل تستطيع ان اعبر عن نفسي بالطريقه الجيده. الفائده في هذا التدريب هي اول حاجه تنفيس انفعالي، الواحد بيشعر بالراحه بعد ما كان مجروح وحاسس بالالم، بيشعر بالراحه. الشيء الثاني التدريب على مهاره، لان المواقف بتتكرر، وهو لما يبتدي يتعود على الاكسرسايز ده كل مره يحصل فيها موقف في جرح لشعوره يبتدي يعمل التدريب ده، بعد كده هتبقى عنده مهاره، بحيث لما تحصل المواقف تتكرر كتير، لما تتكرر موقف تاني يجد ان الكلام حاضر على لسانه ويستطيع انه يقوم بالتعبير عن نفسه بطريقه جيده ترضيه. دي توجيهات لدعم تقدير الذات اللي هو سيلف استيم بالنسبه للتطبيق. لا تقارن نفسك بالاخرين، بديله واجب كده بالنسبه للعميل، لا تقارن نفسك بالاخرين. ممارسه التربيه البدنيه ايضا مفيده جدا، ترفع الروح المعنويه. ضع لنفسك أهدافا واقعية وتحقق من تقدمك بانتظام. الجميع يرتكب أخطاء، لذلك اللي تضطرب عندما تخطئ ركز على هو مطلوب منك بالنسبة لإدارة الوقت. خصص وقتا لهواياتك والأشياء التي تستمتع بها. دون إنجازاتك مهما كانت كبيرة أو صغيرة. خصص وقتا تقديم أحبائك وأحد نفسك بأشخاص داعمين. المحطة الثانية اللي هو التواصل البيني، التواصل يعني مع الناس. تركز هذه المحطة على مجموعة أمور خاصة بالعلاقات الاجتماعية بين الأشخاص. يساعد المعالج العميل في استكشاف العلاقات مع العائلة والأقارب والأصدقاء والجيران والزملاء من أجل تحديد الصعوبات سواء في بدء العلاقة أو في الحفاظ عليها. في ناس تستطيع أنها تبدأ العلاقات كويس ما تقدرش تحافظ عليها، وفي ناس بالعكس المشكلة بتاعتهم في بدء العلاقة تنشيل، لكن أول ما تبدأ العلاقة ممكن تستمر وتبقى قائمة. ايضا نواجه الصعوبات المتعلقه ببعض الحدود مع الاخرين، كويس البوردرز، متطلبات الادوار الاجتماعيه المختلفه. كذلك قدرته على اثبات الذات في التواصل، ان في علاقه بين اثبات الذات وبين التواصل بين الناس. يهدف المعالج ايضا الى غرس مهارات التواصل الايجابيه مع استخدام روح الدعابه احيانا في الظروف المناسبه طبعا، لتبسيط وتسهيل التواصل الاجتماعي وكسر حده المواقف المختلفه. وكذلك تزويد العملاء بطريقه الفهم والتعامل مع الانتقادات الجارحه والنزاعات الادائيه من بعض الاشخاص، وهي عاده رد فعل نتيجه نجاح الشخص المفادة في ميادين الحياه المختلفه، طبيعه الدنيا كده للاسف شيء. بالنسبه للفكاهه وروح الدعابه، يمكن ان تخدم الفكاهه والدعابه وظائف نفسيه متعدده. بتصور الفكاهه وروح الدعابه على انها سمه شخصيه وقوه نفسيه واليه مواكبه للتعامل مع الضغوط، وايضا فضيله وموهبه. وهناك ارتباط كبير بينه وبين المرونه والكفاءه في مواجهه الشدائد والابداع طويل المدى. وهي كآليه للتكيف تعتبر واحده من الدفاعات الموجوده، واحده من ماتشور ديفنسز، كوبنج ديفنسز. واستخدامها يجب ان يكون مقيدا بالشخصيات طبعا والمواقف. مش كل واحد يستطيع ان يتعامل معاه ومش كل موقف يعني. لكن عاده احنا كمعالجين دايما بنكون محضرين بعض الفكاهات عشان نشوف الشخص اللي قدامنا في تفاعل في المزاج بتاعه ما فيش. النصوص المتعلقة بهذه المحطة قوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
وقوله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. طب القزم الغيظ والعفو عن الناس، عفو عن الناس كلمنا عنه قبل كده. قزم الغيظ واحدة من أساسيات الأنكر مانجمنت. أيضا قوله تعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنى. جميل أوي العبارة دي، لأن الإنسان يجب أن يختار الألفاظ الحسنة والكلمات الحسنة في التواصل مع الناس. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. والآية التالية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والآيتين من سورة الحجرات، وهي سورة أخلاقية من الدرجة الأولى، فيها كثير من الأخلاقيات راقية جدا اللي بتخلي العلاقة بين الناس علاقة طيبة جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. الحياة ابتسامة لها أثر كبير جدا في التعامل بين الناس، لأن الابتسامة دي تترك أثر طيب على الشخص اللي هو المقابل للإنسان. أنت عارفين دلوقتي في حاجة اسمها ميرور موتور نيورون سيستم، الإنسان لما بيقعد مع شخص مبتسم أو شخص سعيد هذه السعادة بتنطبع عنده، والقلق برضه الإنسان بيشعر بشيء من القلق وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه ضاحك مستبشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. في حديث بقى دستور في هذه الأخلاقيات العظيمة جدا. الحديث ده رئيس في حب الأعمال إلى الله سرور تطيل على مسلم. نص هذا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تطيل على مسلم، أي مسلم أيا كان، أو تكشف عنه كرب، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولين أمشي معك لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني في مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء نمضي أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها لو ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. حديث جميل، دستور عظيم جدا في التعامل الحسن مع الناس. تطبيقات: تطوير المهارات الاجتماعية حول التواصل مع الناس، إنما العائلة والأقارب الأصدقاء الجيران والزملاء وهكذا. الالتزام بتعليم الإسلام العظيم في حسن الخلق والحلم وضبط النفس والإحسان إلى الناس وحسن الظن بهم. العمل على حل أي صعوبات في بدء العلاقات أو الحفاظ عليها، إحنا بنسميه صيانة العلاقات. زي الأجهزة كده محتاج صيانة، أيضا العلاقات الاجتماعية محتاجة صيانة. يعني ساعات بيكون في علاقة بين اتنين وفجأة يحصل فيها فتور بسبب إن أحد منهم بدأ ما يتواصلش مع التاني بالطريقة المعتادة، ما يردش عليه. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا كويس إن إحنا إذا حد إذا حيوتم بحياة فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل حاجة نروح نردها. أيضا لو الطرف التاني ما تواصلش من فترة، يجب المبادرة للتواصل به، قد يكون مريض، قد يكون عنده مشكلة وهكذا. التعامل بإيجابية مع النقد والنصيحة. النقد والنصيحة ساعات بيكون مفيدة جدا للإنسان، مش لازم الإنسان ياخدها بحساسية كما لو كانت شيء ضده. استخدام مناسب للروح الدعابة للتواصل الإيجابي التي ذكرناها، والتدريب على مهارات إثبات الذات التي ذكرناها أيضا. المحطة الأخيرة اللي هي التواصل العلوي الأسمى، وهي أهم واحدة طبعا في الموضوع كل يوم. تركز هذه المحطة على وسائل مختلفة في مراقبة الله سبحانه وتعالى وتعميق العلاقة والتواصل معه سبحانه والوصول إلى درجة الإحسان. هذه العلاقة مع الله مركزية بالنسبة للمسلم، لأنها أصل وجوده وسبب خلقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودي التواصل مع الله سبحانه وتعالى جميلة جدا. أول جانب فيها هو جانب المحبة. المحبة هي أصل العلاقة مع الله. محبة الله سبحانه وتعالى الإنسان ظاهرة في النصوص الشرعية. ربنا أسجد الملائكة لأبيهم آدم عليه السلام، وتكريم بني آدم وتفضيلهم على كثير من الخلق. أيضا بعثة الرسل والأنبياء والكتب لهدايتهم، حساب الحسنات والسيئات، الحسنة بعشر أمثالها إلى سورة
السيئة بوحدة وقد تمحى، قد تستبدل حتى بحسنة. ومواسم الكفارات، الصلوات الخمس، صلاة الجمعة، رمضان لرمضان، العمرة، وهكذا. ربنا ذكر صراحة في القرآن الكريم: ولا يرضى لعبادي الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. والحديث المشهور: الله أشد فرحا بتوبة أحدكم. شخص كان في الصحراء وضاعت منه الناقة باللي عليها، فحس أنه هالك وفجأة لها أمامه، فطبعا هذه الفرحة العظيمة. والله أشد فرحا بتوبة أحدكم من هذه الفرحة العظيمة. رب كريم جدا يعني. أيضا: العناية بعبادي الصالحين وتوفيقهم وابتلاء العصاة عسى أن يعودوا. فالعلاقة بين ربنا سبحانه وتعالى وبين البشر هي علاقة المحبة. ونعم الله كثيرة، نعم الله الكثيرة دليل هذه المحبة. لو تلاحظوا احنا في المحطة الثانية appreciation والgratitude، الامتنان والتقدير، هذا الجانب طبعا مهم جدا في علاقتنا مع ربنا. ربط النعمة بالمنعم من وسائل التربية الإيمانية. أيضا: التعرف على الله يكون من خلال صفاته وأسمائه الحسنى وما يترتب عليها من حب وخوف ورجاء. ومن ضمن الوسائل للتعرف على قدرة ربنا سبحانه وتعالى دراسته في إبداع الخلق الله في مخلوقاته في الأرض وفي السماء، وهي أشياء كثيرة جدا يعني. في محطات في التواصل مع الله سبحانه وتعالى، ودي نقطة مهمة جدا. في رحلة الإنسان في هذه الحياة تمر به تجارب ولحظات يشعر فيها بهذا التواصل العجيب، القرب من ربنا سبحانه وتعالى. تكون أحيانا في دعوة مستجابة، أو في أحداث تأتي ثم يرى المرء فيها حكمة الله وتقديره لما فيها من عاقبة الخير والبركة، حتى وإن كانت في البداية على غير مراده. وأحيانا في أحداث معينة يشعر بيقين أنها رسالة خاصة له، قد تكون آية قرآنية يسمعها أو يقرأها يشعر أن الله يخاطبه بها في أمر لا يعلمه إلا هو وخالقه، وغير ذلك كثير. وأيضا هناك عالم الرؤية البديع، ومن يقول من بشارات وهدايات وأخبار عن عالم الغيب يتحف الله بها من يشاء من عباده. كلنا معكم طبعا ثلاث حلقات في هذه الموضوعات الخاصة بالرؤية المنامية. من أنواع التواصل مع الله عندنا: من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، الله يكلمنا بالقرآن، ونحن نكلم الله بالصلاة وبالدعاء، والله يحب أن ندعوه ونطلب منه الصغير والكبير. من التواصل العملي أيضا الشكر وزيادة النعمة، يعني احنا بنقدم شكر فربنا بيقدم لنا زياده نعمه، هذا تواصل. وهو يرانا ويسمعنا ويذكرنا كلما ذكرنا فاذكروني اذكركم، شيء عظيم جدا يعني. كويس. وفي الحديث القدسي: اذا الانسان ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه، واذا ذكره في ملأ ذكر الله في ملأ خير منه، وهكذا. ثم قدم الله لنا نافذتين مهمتين للتواصل مع عالم الغيب، خصوصا النبوه انقطعت، لكن ما زال في رافد جميل جدا من عالم الغيب موجود، هي صلاه الاستخاره والرؤى الصادقة في الأحلام. وكلما نشكره على بعض هباته زادها وباركها، التواصل عظيم. تعزز المحطة هذه المجموعة الواسعة من التأملات مع اعتماد كبير على يوميات الإيمان. نحن ذكرناها في الواجب المنزلي، دي كلمة من عطاء الله الجميلة في عظم سر معرفة الله ومحبته. بعض النصوص الخاصة بهذا الأمر قوله تعالى: فاذكرون أذكركم فاشكروني ولا تكفرون. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذه جميلة جدا مؤثرة، كل ما كان واحد يتكلم حد يتذكر والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ما يحبونه. وفي الحديث: ليسأل أحدكم ربه وحاجته كلها حتى يسأل شيء سانعا إذا انقطع. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه حتى ملح عجينه وعلى فشاته. تطبيقات على هذه المحطة: أولا، تفعيل يوميات الإيمان اللي هي المذكرة الإيمانية اللي ذكرناها في الواجب المنزلي في بداية الحلقات، لتسجيل جميع تجاربك الإيمانية في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، بالذات سجلات النعم والعبر. واحذر كلامك وأفعالك لأنه راقبك سبحانه وتعالى، هذا سيعزز وعيك بحضوره. أحبه بسبب رعايته المستمرة والنعم والهدايا التي لا تعد ولا تحصى التي يقدمها لك. هي أبيات جميلة في حب الله. في
نقطة مهمة جدا، لأن النسيان آفة الإنسان، وهو توثيق محطات التواصل مع الله، اللي هي المذكرة الإيمانية أو الإيمان، تكلمنا عنها سابقا، إعادة بسيطة لها عشان جانب التطبيق هنا في هذه المحطة. المذكرة الإيمانية أو يوميات الإيمان كما ذكرناها سابقا هي مذكرة صغيرة يسجل فيها المرء أو المؤمن تجاربه الإيمانية أول بأول. ممكن تكون الميمو على الموبايل أو مذكرة حتى يحتفظ بها في أي مكان. يحملها دائما معه، لأن النسيان آفة الإنسان. نكون قاعدة معلومات إيمانية تجدد إيمان صاحبها وتساعده في تقويم مادة إيمانية لأولاده أو ذويه أو إخوانه ومن تحت رعايته. لأن كل قصة طبعا هو يسجل الكلام كنوع من رؤوس الأقلام. كل كلمتين ثلاثة تحتهم قصة. القصة لها علاقة بعلاقته مع ربنا. قد تكون مشكلة وخرج منها، قد تكون دعوة مستجابة. فبياخذ هذه المعلومات الجميلة أو المذكر فيها نفسه من حين لآخر، ثم يقدمها لأولاده بالطريقة التي يتفهموها به من باب التربية الإيمانية. ويجب أن يشجع الصغار أيضا على إنشاء هذه المذكرة الإيمانية. لتنظيم المعلومات في هذه المذكرة ممكن تقسم إلى أقسام أو سجلات. سجل النعم وسجل العبر أو أقدار الله وعاقبات الأمور، وسجل التجارب والخبرات الخاصة، ويعبر عن أحداث معينة يشعر بيقين أنها رسالة خاصة له، قد تكون آية قرآنية يسمعها أو يقرأها يشعر أن الله يخاطبه بها في أمر لا يعلمه إلا هو وخالقه وغير ذلك. ده السجل الثالث. طبعا تذكروا السجل الأولاني اللي هو النعم والعبر، ذكرناهم بالتفصيل في مقدمة الحلقات تحت الواجب المنزلي. في سجل الرؤى اللي هي الرؤى الصادقة أو الصالحة، اللي احنا برضك ذكرناها قبل كده بالتفصيل في الحلقات الخاصة بها. بالنسبة لسؤال المخاطبات الربانية الخاصة، هذه الآية العظيمة نهاية سورة النمل، وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعمل. كلمة سيريكم دي للحاضر والمستقبل، يعني كلنا كل واحد في رحلته في الحياة بتيجي أحداث معينة بيعرف من عند ربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة مكافأة ليها على حاجة عملها، ودي حاجة تذكره ليه بشيء معين، وهكذا. إذا ساعتها بيفتكر وبعدها بينسى، فالتسجيل مهم جدا. دي كده نصل إلى نهاية الحلقات بتاعتنا في هذه السلسلة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في تطبيقها والعمل بها. وعايز أقول برضه كلمة قبل ما أسيبكم في بداية الأسئلة، إن زي ما ذكرت قبل كده إن البرنامج مش لازم يتطبق بالكامل مع كل مريض، بل ممكن أن يطبق بعض العناصر بتاعته في الأحوال المناسبة. أيضا يعني ممكن يطبق خارج المستوى الكلينيكي في الإرشاد النفسي، حتى في المدارس لو في طالبة في يعني مرحلة إعدادية أو ثانوية عندها تشاؤم، عندها بعض الأمور اللي ممكن هذه المحطات بعض العناصر تساعدها، ممكن جدا المرشد النفسي يستخدمها في هذا الأمر. النسخة الإنجليزية من برنامج شابتر في كتاب اسمه Clinical Applications of Systemic Psychology، الكتاب والبرنامج ده في السبتر 9 في الكتاب، هيطلع قريب إن شاء الله، وساعدني في كتابته الدكتور خالد الدمزمي، بارك الله فيه. وإن شاء الله هبعت لكم برضك البي دي اف، هنحاول نبعتها لكم من كلام النسخة العربية عندما أتمكن من ذلك إن شاء الله. تفضل روح. أحفظك يا دكتور، جزاك خير، وإن شاء الله يعني الكتاب يطلع ونطلع عليه. كان في سؤال يا دكتور، يمكن حضرتك يعني تناولت الأمر ده في حلقات أو في محاضرات سابقة، عن الإشكالية العميل اللي بيعاني من اكتئاب في متابعة الجلسات العلاجية ذات المحتوى الديني، خصوصا فيما يخص الواجبات، يعني إزاي ممكن يتم التعامل مع العملاء في هذا الجانب، لأن مرضى الاكتئاب بيكونوا صعبين، فما مدى يعني قدرة يعني ان احنا قدرنا ناخد محتوى بهذا الشكل ان احنا نطبقه معاه. وبالنسبه للعلاج النفسي عموما مع المرضى الاكتئاب بينقسم حسب درجه الاكتئاب. في حالات الاكتئاب الشديد العلاج النفسي بيبقى مش مناسب بصفه عامه، كل انواع العلاج النفسي بيبقى العلاج الدوائي هو الاول المفضل في الحاله الشديده، لحد المريض ما يتحول من الاكتئاب بتاعه من شديد الى متوسط. في المرحله دي ممكن يضاف العلاج النفسي الى العلاج الدوائي. في العلاج في الاكتئاب اللي هو يعني بسيط مايلد، ممكن علاج نفسي حتى فقط يبقى كافي. المريض اللي عنده اكتئاب بسيط بيبقى يستطيع ان يتعاون، لانه مازال عنده برضك يعني قدره وقابليه ان هو يتجاوب. لكن المتوسط هو ده اللي ممكن يتجاوب او ما يتجاوبش.
لابد ان احنا نقدر برضك الحاله النفسيه بتاعه المريض، نتقبل منه ولو اجتزاء من بعض الواجبات اللي احنا نديها له، ونساعد حتى اثناء الجلسات ونساله بعض الاسئله اللي احنا عايزين نعرفها ما يقدرش يجاوبها هو في الواجب المنزلي. كنا قلنا الموضوع ده في اجابه سابقه ان ساعات بنستخدم طريقه السؤال والجواب عشان خاطر في اثناء الجلسه يعني، عوضا عن السجل الافكار اللي هو ما كتبوش بين الجلسات. ويجب ان احنا يعني ما نحاولش نكون ضاغطين قوي على المرضى بتوعنا. المرضى بتوعنا في الثقافه بتاعتنا مش كلهم من نوع يعني يحب الكتابه. في بريطانيا كنا انت السجل الصوت ريكورد ده نلاقي المريض جاي مثلا بدل ما 3 صفحات جاي ب 10 صفحات او 20 صفحه ونعالج عليه انه يقعد يقرا معاه ال 20 صفحه دول. لكن احنا عندنا ساعات لو جه واحد بصفحه واحده بيبقى ساعات كويس جيد جدا. مش كل المرضى عندهم قابليه للكتابه، ومش عايزين المريض يعني يشعر بانزعاج والضيق من ان هو عليه واجب. لا هو مش واجب، هو موضوع نوع من الريفلكشنز اكتر منه حاجه. فبنحاول نساعده قدر ونتقبل منه اي شيء بصراحه يعني، حتى لو ما كتبش برضه نقول حتى لو ما كتبتش تعالى وهنتكلم مع بعض في اللي حصل بين الجلسات. طيب اللقاء اللي فات حضرتك كنت اتكلمت على مقياس للتدين نشر من فريق ماليزي، هل حضرتك مثلا تقدر تحيلنا الى مرجع حول الموضوع ده؟ كان احد ان شاء الله هبعت لك ان شاء الله. ومقياس التدين بمناسبه طالما الجلسه ذكرها، اللي دايما اي حد بيتعامل في الابحاث العلميه في قضيه التدين بيتعرض للبحث في مقاييس التدين. وبحث مقاييس التدين يعني ساعات بتبقى فيها مبالغات شديده جدا في طريقه الاسئله، لدرجه واحد عامل مانيوال حوالي مثلا 80 صفحه كل صفحه فيها مثلا 10 اسئله عشان ناخد نقيم درجه التدين بتاع الشخص. كلام يعني عجيب جدا وصعب للغايه. كويس، لكن الكوينج اللي هو يعتبر الحجه في يعني هذه الاساليب العلميه في البحث العلمي في جانب الروحانيات بالذات، كان عامل مقياس 3 اسئله فقط. كويس، منهم واحد السؤال اللي هم بتوع ماليزيا خدوه، هل الدين هام في حياتك؟ مهم في حياتك؟ كويس، او يحط 3 اسئله من ضمنهم. كويس، كم تعتقد لو المقياس البصري اللي عليه من واحد من 0 ل 10 ده، كويس، اهميه الدين في حياتك؟ في ماليزيا في الباحثين قبلوا ان الشخص اللي كتب نعم يعتبر الشخص متدين. كويس، يعني هل الدين مهم في حياتك؟ كويس، نعم معناه ان هو متدين. بغض النظر بقى هو عن يعني في طاعات مقصر فيها، عنده على معاصي، لان ده كل الناس من هذا القبيل يعني. احنا مش عايزين نحكم عليه بالصلاح. كويس، من هذا المقياس احنا عايزين نعرف بس يعني هل العلاج بتاعنا مناسب له ولا لا. وبالمناسبة لما كنت في بريطانيا كنت في وحدة، وكان اللي ماسك الوحدة دي عامل بحث، وكان من ضمن الأسئلة كويس هل عندك دين؟ Do you have religion؟ مش كويس، مش أنت متدين؟ لا، هل أنت عندك دين أساسا؟ لأن الغرب للأسف شديد الغالبية العظمى ملاحدة، يعني أي نعم اسمهم مسيحيين أو كذا لكنهم في الواقع ملاحدة. وكنت أجد كتير جدا الإجابات بيقرف كده نو، كم لو كنت بسأله عن حاجة يعني مش كويسة أبدا نو، يقول بطريقة كده مش كويسة إطلاقا يعني irritating يعني. كويس، وكنا نأخذ يعني الإجابة يعني اللي هي بوزيتيف. مرة لو واحد قال إيه yes I believe there is something there، يعني هناك شيء ما، ده يعتبر متدين. كان عند الراجل الباحث في بريطانيا كويس، يعني بعتقد ان ربما يكون هناك شيئا ما كويس يعني له علاقه بربنا والحاجه زي كده. فالتدين درجات، لكن احنا في المنطقه الاسلاميه هذا المقياس ممتاز جدا. هل الدين مهم في حياتك؟ نعم يعتبر متدين، لا خلاص يعني مش ما يصلحش له البرنامج بتاعنا او اي برنامج ذو محتوى ديني. يا دكتور، هل سؤال زي كده يعني مع تعريف التدين وتعريف الدين وتعريف التدين بانواعه السلوكي المعرفي وهكذا، يكفي ان مجرد اجابه شخص عليه انه يتم التعامل معاه وتدخل ببرنامج كامل بمرجعيه دينيه؟ طبعا احنا المريض اللي جالي ده مثلا كويس جالي ودخل عندي وقعد قدام في المكتب، كويس انا مش هتكون ملخص الجلسه اللي بيني وبينه يا فلان هل انت متدين؟
يا فلان هل انت متدينه؟ كويس، هو دي اللي كل العلاقه اللي بيني وبينه كلينيكيا. لا طبعا بالتاكيد، ده انا بتعرف عليه وبنقعد مع الشخص بنعمله اسيسمنت كامل كويس من الالف للياء كويس، وبنشوف البيرسونال هيستوري والبيرسونال بروفايل بتاعه والانترست بتاعه وكل شيء كويس، ومن خلاله بنعرف كويس ميوله لحد ما نوصل لدرجه التدين بتاعه. احنا حتى لو مش لهذا العلاج، انا بسال الناس انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ بغض النظر كل هدي العلاج ديني ولا لا، ده جزء من البيرسوناليتي اسسمنت بتاع الشخص ذاته كويس، اللي هو البيرسونال ريكورد كويس. فطبعا ليس فقط السؤال ده هنديه ونمشي وخلاص، ايوه ده شخص مناسب متدين نديله العلاج، لا طبعا بالتاكيد ده قصه طويله، وهنشوف الشخص ذاته ده اللي انا قد يكون متدين وما عندوش استعداد للعلاج النفسي، يعني يحب علاج دوائي، في ناس ما تحبش تتكلم، فده مش هينفع مع اي علاج نفسي لا بمحتوى ديني ولا غير محتوى ديني. فالموضوع ليس هكذا بس، واضح؟ صحيح. فهي القضيه دايما في فكره الاستبيانات او النماذج اللي بتستخدم، ان هو النموذج مش منفصل عن التشخيص الكامل والحديث حول صحيح. فهي نفس الامر فيما يخص التدين وفي خلفيه المرضى اللي بيزوروا العيادات، انه مش شرط من اجابه سؤال واحد ان احنا نقدر نتدخل معاهم او نوع تدخل. هذا صحيح. طيب بيسال الاخ بندر حول المذكره الايمانيه اللي حضرتك اتكلمت عليها في الجزء الاخير، هل هي تعتبر زي جدول محاسبه النفس مثلا، او ازاي بيتم اعطائها مع هذا النوع من العلاج؟ هو الحقيقه ممكن يرجع ان شاء الله للواجب المنزلي، المذكره الايمانيه موضوع مهم، وانا عندي يعني كتاب صغير مش عارف بعته لك يمكن عن التربيه الايمانيه، الفصل الثاني فيه كويس هو المذكره الايمانيه، وممكن تبعتيها للناس اللي هم عايزين يعرفوها، لكنه ليس لمحاسبه النفس. انا عارف الاخ مندر يقصد ايه، لان طبعا محاسبه النفس موضوع ثاني هام، لكنه ليس من اهداف المذكره الايمانيه. المذكره الايمانيه تقرير لبعض الامور للإنسان والتجارب الإيمانية اللي مر بيها كي تذكره كويس، وهي فيها ضمنا طبعا في شيء من بالذات سجل العبر، سجل العبر يعني lessons الدروس، يعني إزاي لما الواحد كان يعني عمل شيء طيب في هذا الموضوع كان موفق، إزاي لما حصل مشكلة حصل له خذلان، ده دروس طبعا، دي من ضمن الدروس لا شك في ذلك. المحاسبة بتيجي تلقائية، لكن الغرض منها هو تقييد، لأن الإنسان بينسى ويعني افتكر القليل وينسى الكثير، فبتيجي المذكره الايمانيه لتوثيق هذه المحطات، ودايما الواحد بيكتب في المذكره دي رؤوس اقلام، الناس بتكسل تكتب تفصيل، يعني في اي حاسه كلمتين ثلاثه بيفكرون بالحاسه كلها الموضوع كله كويس، بحيث ان الواحد يستطيع من كلمتين ثلاثه اللي هم راس القلم ان هو يرجع له. فممكن تبعتي له اللي هو الكتاب بعته لك اللي هو التربيه الايمانيه النفسيه. دكتور، هل المقصود بفكرة المذكرة هي مثلا إن الإنسان يكون عنده وقفات مع المواقف اللي تحصل في حياته، بحيث يكون لما يرجع لها يعرف مثلا فضل ربنا عليه، أو بينمي مثلا شعور بالرضا أو الصبر، أو ده المفهوم أو ده المقصود منها؟ بالضبط كده، أربع سجلات. ده واحد من السجلات اللي هو الأولاني اللي هو سجل النعم. سجل النعم اللي هو في زي ما اتفقنا زمان في حاجة اسمها النعم العامة، في النعم النفع ونعم الدفع. وكل واحده من دول بيبقى في دي فيها قصه تحتها، مشكله عشان ربنا يدفعها الانسان، نعمه ربنا عشان معين عن انسان تفرق بدعه ربنا وجالي وهكذا، في تفصيل طبعا في الموضوع ده. سجل اول سجل، السجل الثاني اللي هو سجل العبر اللي هي زور الدروس كويس، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، اشياء كتير بتحصل للانسان في حياته فيها عبر كبيره جدا كويس، فتبص ما فيش حاجه بتضيع عند الانسان يعني عند ربنا سبحانه وتعالى. فدي من ضمن الحاجات المهمه الواحد دايما يسجلها ويكتبها. انا عندي محاضره مستقله عن المذكره الايمانيه بس طويله، يمكن كويس اكتر من ساعه، ممكن في يوم من الايام في المستقبل اقولها عشان في بعض الامثله الكثيره، لكن على الاقل الكتيب اللي اديته لك ده فيه يعني اجمال للموضوع يعني. رائع يا دكتور. هو الاخ مندر بيستفسر ان كان هي بتدخل ضمن او ما كتبه بعض العلماء حول منن الله علي، هل هي نفس المفهوم؟ طبعا دي اول واحده في له جزء النعم بالتاكيد كويس، المنن والنعم بتاعت ربنا على الانسان كتب فيها علماء كتير جدا، واحنا بنقتدي اثرهم وبنمشي على يعني السنن بتاعتهم. واول ايه في القران الكريم الحمد لله رب العالمين، الحمد والثناء كويس، والثناء بتشمل الشكر وبتشمل المدح في نفس الوقت، يعني نعم ربنا وانت عضو نعمه الله لا تحصوها.
رائع. الأخ محمد بيسأل سؤالين مهمين، يعني أظن محوريين في هذا البرنامج، إنه هل البرنامج ده اللي طرح في سلسلة كافي لكي يكون من حضره مرشد نفسي، أو يجب التكميل بتكوينات أخرى؟ والسؤال الثاني عن أيضا البرنامج، هل ممكن نعتبر إن برنامج الصفا برنامج متكامل، نظرية متكاملة لعلم النفس الإسلامي؟ هي طبعا الجزء الاولاني الاصل في تطبيق البرنامج الصفا ده لعده يعني بروفيشنالز. اول حاجه المعالج النفسي، اي معالج نفسي سايكولوجيست يستطيع انه هو يستخدمه في علاجه في السايكوثيرابي، اطباء طبعا، في نفس الوقت برضك الكونسلرز اللي هم اللي بيشتغلوا في الارشاد النفسي، حتى في الارشاد النفسي التعليمي ممكن برضك يستخدم بعض المناصر فيه كويس. واحد مرة شافه من الشريعة قال لي حتى ينفع للدعاء أصلا في بعض العناصر بتاعته. واحد تاني قال لي ينفع لكل إنسان في الواقع. كويس، في حاجات مفيدة جدا للناس كلها يعني. لكن هل هو كافي عشان مثلا نقول إن هو في حد ذاته يستطيع إنه يخلي الإنسان اللي هو ما عندوش خلفية في العلاج النفسي أو في علم النفس إنه يبتدي يبقى معالج نفسي؟ لا يعني صعب طبعا هذا، وممكن يبتدي يشق طريقه لمحاولة إن هو يكون على الأقل عنده نوع من التأهيل في الإرشاد النفسي. الإرشاد النفسي أمر سهل، يستطيع عن طريق كورسات حتى أونلاين يحصل فيها كويس يعني دبلومة أو شهادة في الإرشاد النفسي، ثم يشق طريقه في أي مجال من أماكن الإرشاد النفسي. وهو الحمد لله الأمور فيها نوع من البساطة وسهل التطبيق، ودي الميزه الكبيره جدا في العلاج النفسي. اذا الانسان استطاع ان هو يشرح الاساسيات بتاعته يكون تطبيقه سهل وليس صعب. زي المساعده الذاتيه بالظبط، المساعده الذاتيه دي مش محتاجه المريض يكون طبيب ولا محتاجه المريض يكون مثلا سايكولوجيست، مجرد ان انا بديله انا ماده يساعد بها نفسه فبيستطيع ان يستفيد منها. فالبرنامج فيه يعني اماكن كتير ومحطات كتير من هذا القبيل، يستطيع ان يغترف اي شخص منها كويس حتى لو ما عندوش خلفيه كبيره، ويساعد في المكان المناسب له. يعني حضرتك، يعني زي ما حضرتك تفضلت في النهاية، هو البرنامج يقدر يستخدم أو يطبقه أي شخص ليه خلفية في المجال الديني أو في المجال النفسي، بحيث إن هو يستخدم الأدوات بشكل جيد، لكن يصعب إنه يستخدمه شخص ليس له خلفية تماما. هل ده صحيح؟ يعني بالنسبة للبرنامج ككل، إذا كنا بنتكلم على مثلا إيه ال 17 محطة الخاصة بعلاج سلوكي، علاج سي بي تي وذ ريليجيوس كونتنت، علاج سلوكي معرفي بمحتوى ديني، ده تخصصي طبعا، يحتاج إلى قدر معين من سيتنج، زي مثلا يكون حاجة عيادية بتعامل مع مرضى وبتعامل مع كلاينتس وهكذا. لكن احنا مش عايزين نحرم الخير من الناس اللي هم ياخدوا أجزاء من اجتزاء من بعض المحطات ومن بعض العناصر اللي هي ممكن تصلح لتطبيقها كويس، فهو قابل للتطبيق في مكانات اماكن كثيره جدا. لكن علما يعني عشان الواحد يكون معالج نفسي بروفيشنال ليه طريق طبعا وسكه ثانيه في التاهيل وفي التدريب. ايضا ارشاد نفسي نفس الشيء برضه يحتاج الى تاهيل وتدريب. واي حد عنده انترست، اكيد اللي حضروا معانا دول كلهم يعني اما معالجين يا اما عندهم انترست بذلك، فلو عنده انترست وما عندوش تاهيل انصحه انه يروح للنت ويحاول يشوف اذا كان في اونلاين كورسز في الارشاد النفسي، ويحاول ان ابسط الامور اللي ممكن الانسان يحصل عليها، ويحاول ياخد منها يا اما كورسات او نوع من التاهيل فيها. بالنسبه للسؤال الثاني للاخ محمد ايضا، في انه هل برنامج الصفا يعد برنامج متكامل لنظريه متكامله لعلم النفس الاسلامي؟ هو احد كويس العناصر او احد التدخلات الخاصه بعلم النفس الاسلامي. يعني هو واحد اللي هو يعتبر هذا هو البروتوكول الخاص باللوكس علاج السلوك المعرفي المحتوى ديني اللي انا قدمته. اذا كان في بروتوكول ثاني انا ما عنديش فكره، اذا كان في بروتوكول ثاني وكان في حاجات ثانيه مترجمه بتترجمها، يعني زي ما يكون مثلا حتى لحد للمسيحيين في انجلترا حاجه تروح مترجمه باللغه العربيه وتقدمها كما كان للمجتمع العربي، ما بتنفعش الحقيقه، لان كل يعني دين له خصوص زي بتاعته كويس، لكنه جزء من اركان علم النفس الاسلامي، لانه جزء من المنظومه بتاعتنا اللي احنا شغالين فينا كلنا علشان خاطر نقدم بديل اسلامي للعلاج النفسي.
طيب الاختصار بتسأل يا دكتور على علم النفس الإسلامي بشكل عام، هل يعوض علم النفس الأكاديمي؟ هو علم النفس الإسلامي أكاديمي أيضا، يعني علم النفس الإسلامي له منحى أكاديمي مش إنشائي كويس. وبعدين يعني لو الواحد يشوف إسهامات العلماء المسلمين في مجال علم النفس في الماضي يجد صفحات مشرقة جدا، وإن هم لهم فضل كبير جدا في القيام يعني كلام كثير عن النفس الإنسانية أكثر من حتى من المعاصرين حاليا في المجتمعات الغربية. يعني هذا الكلام طبعا يعني إيه كلام البلخي اللي هو من 11 قرن في كتاب مصالح الأنفس والأبدان، تكلم على وصف تقريبا للنجس سلوك المعرفي بطريقة جيدة جدا، تكلم على الوساوس والقلق والاكتئاب كويس، وده من 11 قرن فات يعني، وكلام أكاديمي. لكن احنا المشكله الهيكل الاكاديمي الحالي في الكليات مثلا، المفروض طبعا يقدم هذه الامور من خلال الفريم ورك الموجوده. كنت بدرس في جامعه الامارات، وكنت عامل انا بعض المحاضرات بتاعتي وبعض الكريكولم في حتى في الاندر جراديوت والبوست جراديوت، جزء منها سي بي تي وريسك كونتنت كنت بديه للارب بورد ريزيدنتس بتوع السايكاتري، كان بياخدوه بيطبقوه. والأندر جراديويت كنا بنديهم حاجات عن نقد نظريات فرويد وغيره يعني. فإحنا أكاديميا نستطيع ويجب أن نقوم بذلك يعني. فعلم النفس له سوبريوريتي، إحنا لنا التفوق في الواقع على الغرب في هذا الأمر يعني. أعتقد إحنا قدرنا نقف عشان خاطر الساعة دلوقتي تجاوزت الوقت المنشود يعني. طيب هو احنا تقريبا انهينا الاسئله. كان في سؤال اخير هو ايضا متعلق بامر الاكتئاب، يعني اذا كان في بعض التحفيزات ذات المحتوى الديني لمرضى الاكتئاب المتوسط لمتابعه العلاج. يمكن ده يشبه السؤال الاول، بس اذا حضرتك عندك اي اضافه عليه ونختم بالسؤال ده. ممكن تكرر السؤال تاني؟ اذا كان في بعض التحفيزات ذات المحتوى الديني لمرضى الاكتئاب المتوسط لان هم يعني يكونوا يتابعوا العلاج بشكل افضل. بعض التحديات التحفيزات اللي ممكن التحفيزات. يستخدمها المعالج ذات محتوى ديني. يعني طبعا احنا بنتكلم على المريض بناخده بصفه عامه، ما بناخدوش ابدا يعني مجتزئا، وعندنا طبعا العلاقه بين الطبيب والمريض علاقه مهمه جدا. في المتابعه بنشوف احنا درجه التحسن بتاعه ودرجه شده الاعراض، الظروف المحيطه به هل هي مساعده ولا معاكسه. الجانب الخاص اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو المحتوى الديني، دي علاقة كبيرة باللي احنا بندخل فيه معاه ولا لا كويس. يعني دايما لما يكون في مشاكل ضاغطة خارجية برضك لابد ان احنا نحاول نديله انبوت اكتر من بروبلم سولفينج ابروتشز وهكذا. لو عنده مشاكل في السيلف استيم زي ما قلنا الكلام ده هنحاول احنا نساعده فيها وهكذا. فهو الاسسمنت الحقيقة بيبقى مالتي دايمنشنال، يعني مستويات متعددة، والمعالج بيبقى يعني دايما بيحاول يعمل تيلورنج للنيدز بتاعت المريض كويس. مش كل مريض زي التاني ابدا، كل مريض يونيك، كل مريض ليه ذاتيه معينه وخلفيه مختلفه في شخصيته وفي البيئه اللي حواليه. وده اللي بيخلي السايكات مختلف شويه عن مثلا الجراحه والامراض الباطنيه والاشياء التانيه، لان الاشياء الخارجيه ما تاثرش قوي كتير. لكن عندنا المريض عندنا ليه علاقات كتيره جدا داخليه مع نفسه وخارجيه مع الاخرين وهكذا. فبنحاول قدر المستطاع ان احنا نخش في هذه الاماكن بطريقه يعني متعددة النطاقات. التحفيز بتاع المرضى أهم حاجة إن هو يحب المريض يجي للجلسات والمتابعة. زي ما قلت لكم الدكتور patient relationship وطبوب كذا مرة نؤكد عليه، ده مهم جدا. أنا يهمني إن أنا أكسب المريض مش كزبون، أنا أكسب المريض عشان خاطر أحاول إن أنا أساعده، ولأنه هو لما يبتدي ينتظم ليا. ودايما في رسالة كده سبحان الله قلبية، لما المريض بيحس إن الدكتور عايز يساعده بيحس بالرسالة دي على طول. الدكتور اللي هو يعني يحب يساعد المريض، المريض بيرسيب الرساله دي بطريقه جيده وبيواصل مع الطبيب وبيحسس ان هو عايز يساعد، والرساله بتكون جيده جدا في الاخر من الطبيب للمريض في التاثير يعني. سبحان الله، وده اللي يخلي ايضا الطبيب النفسي مازال مختلف عن جميع مجالات الطب. يعني يا ريت نوصل لمرحله ان الطب العضوي والجراحين يوصلوا لقدره على فهم النفس البشريه والتعامل مع الانسان، يعني على انه منظومه نفسيه وجسديه. كنا هنوصل لحاجه مختلفه خالص في مجال الطب. جزاك الله خير يا دكتور، اطلنا عليك وكانت رحله ممتعه للغايه.
كنا بننتظر يوم الجمعة عشان اللقاء. وعايزين نقول برضه لكل المعالجين. نعم تفضل. نعم اتفضل يا دكتور، اتفضل سامعين حضرتك، معاك يا دكتور اتفضل. كنت عايز بتقول عايزين عايز نقول اضيف بس حاجه للمعالجين، اخيره، اتفضل. كنت عايز اقول بالنسبه لل يعني العلاج النفسي، ويعني امر هام جدا، وربنا سبحانه وتعالى كويس، يعني في قوله ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا كويس. هذا النص مش بيشمل بس اللي هو الطب البدني، لكن بيشمل ايضا الطب النفسي. من احيا نفس كويس فكانما احياها جميعا. يعني فعلا العلاج النفسي لما يتدخل بطريقه جيده ويساعد الانسان على تجاوز الصعوبات بتاعته والمحن بتاعته او انقاذ حياته، بيبقى امر عظيم جدا. يعني كده حقيقي اتفضل يا رب. حقيقي يا دكتور، حابب تضيف اي شيء او تقول نصيحه لاي يعني شخص من الحضور اللي حضر البرنامج كامل لتطبيق البرنامج بشكل فعال قبل ما نختم بالتعليمات النهائيه؟ احنا دلوقتي نمضي على بركه الله، الماده هتبقى مكتوبه موجوده عندكم كامله، وانا حاولت في السلايد نكتب كل حاجه تقريبا، ما احطش بس رؤوس اقلام كده واتكلم، حسيت ان يبقى النص موجود عندكم عشان تقدروا ترجعوا له، كانه كتاب صغير يعني موجود كده في كل المعلومات تقريبا. تطبيق مش صعب، لو استطعت ان احنا يعني تهضم المعلومات اللي فيه اي شخص يستطيع تطبقه بسهوله. وبعدين المتابعه، يمكن نروح اتكلم معاكم في موضوع المتابعه التطبيقيه فيما بعد، وان شاء الله يكون دي يعني لنا متابعه معاكم ونشوفكم فيما بعد. نشكر طبعا العالميه دكتور زبير ومن عزيز رؤى في مجهودهم الطيب في العلم النفسي الاسلامي. نتمنى يعني ان شاء الله يعني مزيد من الانبوت في هذا المجال. السلام عليكم، تفضل. جزاك الله خير يا دكتور ونفع بيكم، وحقيقي يمكن بنشعر دايما باهميه رسالتنا في المجال ده، اطباء ومعالجين واخصائيين. ازاي انسان ممكن يكون جاي لنا العيادات يعني منتهي نفسيا وشايف ان الحياه انتهت، ويعني بفضل العلم وفضل ربنا سبحانه وتعالى والاستعانه به نشعر ان احنا بنحاول ان احنا نرجعه للحياه. الحمد لله ان وضعنا على هذا المجال وجمعنا في هذه المنصه. كل الشكر يا دكتور محمد، ممتنين جدا لوقتك، وبنحمد يعني بنشكر الله سبحانه وتعالى ان وفقنا ان احنا نكون في مجموعه طلبه علم النفس الاسلامي، قدرنا ان احنا نوصل برنامج رائع زي كده من سنوات حضرتك بتطرحه بشكل مختلف على منصات مختلفه وفي دول مختلفه، وقدرنا ان احنا نطرحه كمان باللغه العربيه باذن الله. حضرتك لما تبعت لنا الملف كامل هيتم ارساله. حابه اشكر كمان جزاك الله خير دكتور زبير طبعا يعني، والاخت سنه بشكل دائم خاصه في اللقاءات السابقه التي لم اكن يعني موفقه للحضور لاسباب خاصه يعني، وفاتني الكثير من العلم، لكن ان شاء الله بتابعه كما هيتابعوا الكثيرين. فحابين نؤكد على النقطه دي ان احنا باذن الله كل المحاضرات ما زالت موجوده على اليوتيوب وهتبقى يعني دائما، لانه يعني سئلنا كتير الناس اللي ما قدرتش تحضر المحاضرات، المحاضرة موجودة على قناة يوتيوب، لو اختصنا دلوقتي هتحط لكم الرابط، تقدروا تسمعوها من أول محاضرة إلى آخر محاضرة، لأنه الحضور والشهادات عندنا نوعين، النوعية الأولى وهي الحضور المباشر اللي حضر معنا خلال جميع الأسابيع السابقة، والنوع الآخر وهو التسجيلات، ودي صراحة كانت من يعني اقتراحات دكتور محمد إنه أي شخص عنده الرغبة إن هو يحضر اللقاءات مسجلة إن لم يتوفر له القدرة الحضور المباشر يقدر إن هو يحضر اللقاء كامل، ويقدر ان هو ايضا يحصل على الشهاده، لان احنا في النهايه يهمنا ان انتم تكونوا حصلتوا العلم باذن الله. بس المهم انه بعد حضور جميع المحاضرات هيكون في رابط هيرسل لكم على مجموعات الاي اس اي بي، المجموعات العربيه الثلاثه، مجموعه 1 و2 و3، اي حد مش موجود في مجموعه منهم ايضا هيتم وضع المجموعات حاليا للانضمام ليها. هتجاوبوا على جميع الاسئله للسلسله كامله، وإن شاء الله بعد كده هيتم إرسال لكم شهادات بحضور سلسلة كاملة بالمحتوى العلاج المعرفي السري بمحتوى ديني، هيكون عليها توقيع الدكتور أيضا وإدارة الـ ISIP. الرابط هيرسل خلال الأيام القادمة وهيكون متاح لمدة شهر، يعني إلى تاريخ 14/8 تقدروا أن أنتم تحضروا المحاضرات كاملة يعني خلال شهر كامل، وتقدروا بعد كده تحلوا جميع الأسئلة، مع ملاحظة أنه هيكون في بعض الأسئلة زي سؤال هل حضرت حضوري أو مباشر في الاستبيان ده، وكمان هيكون في يعني طبعا تضع اسمكم واضح وكامل، لأنه هيتم أخذ جميع الأسماء من الرابط ويتم وضعها في الشهادات. طبعا نعتذر إذا كان في أي اسم موجود في الرابط غير يعني حابين تغيروه أو كذا، هيكون إحنا هناخد زي ما هو، مش هناخد الأسماء من حضور الزوم،
الزوم، لانه كان في اشخاص كتيره بتدخل باسماء غير واضحه، فعشان ما نظلمش حد. في جزء مهم جدا، وده نشكر دكتور محمد على يعني قدرته على ان هو يعطي من وقته. مش حابب الدكتور محمد انه يكون مجرد لقاءات نظريه طرحت، وبناء على كثير من الاسئله اللي وصلتنا حول السوبرفيجن او الاشراف وكذا، فدكتور محمد هيحاول ان هو يوفر لنا من وقته. هيكون في زي مجموعه واتساب هتكون خاصه بالاستشارات، لكن احنا بس هنوضح ان هدف المجموعه دي هي الاستشارات حول البرنامج ده، يعني من حضر البرنامج فقط، وده هيكون من خلال اللينك اللي هيتم ارساله ليكم عشان تجاوبوا على الاسئله. اخر سؤال هيكون هل تريد الانضمام لمجموعه الواتساب او مجموعه الاستشارات اللي هتكون من خلال دكتور محمد المشرف عليها باذن الله. الاشخاص اللي هيكون واضعين نعم هيتم اضافتهم، طبعا اكيد هيكون في رقم الموبايل بالكود البلد علشان ايضا نضيف فيه الاشخاص اللي هم حابين ينضموا. فمن حضر ان شاء الله البرنامج كامل سواء مسجل او سواء من خلال الحضور يقدر ان هو يحط ان انا اريد الانضمام للمجموعه دي، المجموعه هيكون مشرف عليها الدكتور بحسب وقته، بحيث انه اي شخص حابب يطبق البرنامج ده يكون في متابعه. فهذه هي النقاط المهمه. يعني انا ارى انه على الشات حاليا ما زال في اسئله حوالين السلايدات كامله. نعم هيتم ارسال السلايدات على جروبات الواتساب الخاص بالاي اس اي دي. تم ارسال الجزء الاول، ودكتور محمد ان شاء الله ينتهي من الجزء الاخر كامل ويتم ارساله لكم. ايضا تم ارسال مجموعه من الكتب، هنحاول ان احنا نكرر وضعها على المجموعات لانها تكون وصلت للجميع. الشهادات باللغه الانجليزيه هي اصلا غالبا هتكون باللغه الانجليزيه، يعني لانه احنا بنطلعها باسم الاي اس اي بي، فباذن الله يكون باللغه الانجليزيه. يعني اذا في اي استفسارات اخرى لم يتم الاجابه عليها يعني ممكن تحطوها بشكل سريع على الشات، لكن مش حابين نطول اكتر من كده على الدكتور. يعني تم الاجابه حاليا على كل ما يخص الشهادات والحضور والمحتوى الخاص بالبرنامج. يعني اظن ما فيش اي اسئله اخرى. نشكر الجميع على يعني حضوركم خلال يوم الجمعه في عده اسابيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وتكون دائما الاي اس اي بي هي المنصة التي تجمعنا على الخير وعلى النفع. ونشكر دكتور محمد للمرة الأخيرة، يعني كلمة الشكر دائما لو توفي جزاكم الله خيرا هي يعني العبارة يمكن التي تكون هي في مقام علم زي كده وفايدة زي كده. احنا طولنا عليك كتير يا دكتور النهارده، سعداء جدا على انه انهينا هذه السلسله، وحزينين ان احنا الجمعات الجايه مش هنكون يعني مع حضرتك ونستمتع بطرحك. ربنا يحفظكم يا رب. شكرا جزيلا. ما اياكم يا دكتور، في امان الله. ليله سعيده.